تمنى فيها. مرحبا بكم في محلات جلال الديكور. أمي الحبيبة الغالية خالتي العزيزة خالتي مدام جدة الحنونة عمتي الأنيقة، دخول بضاعة جديدة جبنا لكم أوفر، ربي بارك ما شاء الله لك يا أخي الكريم، أم لك يا سيدتي الكريمة اللي راك تخدم على روحك وتحب تدي فاتور الصباح سيرتو القهوة، على بالي بلي عندنا مشكل كامل في القهوة، ملزوم علينا نديو قهوة ونحبوها تبقى صحونة. اليوم جبنا لكم شوب تيرمو، ربي يبارك، من صغير الحجم إلى كبير الحجم. شوفي خالتي مدام، هذا ربي يبارك ما شاء الله الصغير هكذا، وفيه لي كولير. حاجة مميزة فيه ألوان للرجال وألوان للنساء. شوفي أختي الكريمة، هذا الأحمر ربي يبارك، وفيه الروز، وأنت عندك الأسود وعندك الأخضر. كي نفتحوه نلقاوه كامل بالإينوكس، يعني ربي يبارك ما شاء الله، تلقاها في الصفاية تنحيها تهز فيه تاي ولا قهوة، هذه يهز واحد زوج قوبليات حتى الثلاثة، يعني ربي يبارك ما شاء الله. وفيه السعة تاعو هنا 150 مليلتر، يعني ربي يبارك ما شاء الله، متوفر في محلاتنا. هذا يا أمي الحبيبة الغالية السعر تاعو 65 ألف. جاك هذا صغير، عندي الحل ما تروحيش، عندي اللي أكبر عليه، هاوليك ربي يبارك، فيه لونين مختلفين، فيه رجالي وفيه نسائي، هاوليك أو الرجال من النساء من. هذا السعر تاعو يدير 75 ألف، يعني ربي يبارك ما شاء الله، ويهز لك واحد الربعة إلى خمسة قبليات، يعني ما شاء الله، هاوليك حاجة نقية ومليحة. جاك صغير ما تروحيش خالتي مدام، عندي الكبير اللي يهز يعني 6 أفراد إلى 8 أفراد، هاوليك ربي يبارك، يعني ما شاء الله، تهز فيه التاي، تهز فيه الحليب، تهز فيه القهوة كيما حبيت يا أخي الكريم. فيه ألوان للرجال وألوان للنساء، يعني ما شاء الله متوفر في محلاتنا. هذا السعر تاعو يدير 120 ألف، بمعنى الكبير 120، المتوسط يدير 75، والصغير خلاص يدير 65، متوفرة في محلاتنا. جاي بالإينوكس، يعني هذه ترموس، ترموس صغيرة ما شاء الله. إضافة إلى ذلك ما نسيناش اللي يحبوا حاجة بريستي، جبنا لكم هذا الموديل ربي يبارك ما شاء الله، يتفتح منا حطوا فيه واش حبيتوا، وكي تبغي تعمريه تحليه منا مباشرة يا أختي الكريمة، هاوليك عندك هذا تهزي منه، يعني حاجة نقية ومليحة متوفرة في محلاتنا. خالتي مدام هذا السعر تاعو 100 ألف، بريكولير كما راكي تشوفي، أسود أبيض أخضر أحمر، ألوان جميلة أشكال رائعة، موديل تجدد، متوفرة في محلات جلال الديكور متواجدة في مدينة عميلة بالضبط مقابلين بازار علي بابا. مرحبا بكم، شكرا حسن المتابعة، مع السلامة.